وعايزه ابدا الحقيقه من اداره يعني المستنسخات والنماذج الاثريه، كلمني عنها، فكرتها جت ازاي؟ هو البدايه بدات 2010. احنا عندنا قانون حمايه الاثار سنه 117 سنه 83. القانون ده اتعدل في 2010، اضيف ليه باب كامل لحمايه حقوق الملكيه الفكريه والعلامه التجاريه. ليه؟ لان كانت الامور ابتدت تتغير في العالم كله بخصوص حمايه حقوق الملكيه الفكريه والعلامه التجاريه. فانشانا وحدات انتاجيه ذات طبيعه خاصه، منهم وحده انتاج النماذج الاثريه والمستنسخات. الوحده بدات اكتوبر 2010، ابتدينا شغل 2011. وهتسمحي لي ارجع شويه عشان الناس المشاهدين نوضح لهم الصوره اكتر. اتفضل. اهم ما تملكه مصر هو ميراثها الثقافي والحضاري، الكنوز الاثار، وهو ده اللي قدمته مصر للحضارة الإنسانية كلها سواء في مجال العلوم أو الفنون. التراث ده أو الميراث ده إحنا عشان نحافظ عليه بنتكلف فلوس كتيرة جدا. 2010 أو 2011 حصلت ثورة 2011، ثورة يناير. الفترة ديت المجلس الأعلى للآثار كان بيعتمد على دخله، كان وقتها 1,650,000,000. أما حصلت الأحداث اللي مرت بيها مصر ومجلس الأعلى للآثار كان تمويل ذاتي، ابتدى الدخل ينحصر. فأصبح المجلس الأعلى للآثار بعد ما كان بيحقق 1,650,000,000 بقى بيحقق زيرو. طيب احنا عندنا مشروعات كبيرة جدا سواء في مجال إنشاء المتاحف الجديدة أو حفاظ على الآثار وترميمها وصيانتها، تمام، أو تطوير بعض المناطق اللي بتقدم لها خدمات. طيب كنا هنتصرف ازاي ومفيش فلوس؟ المستنسخات او النماذج الاثريه احد المفردات اللي ممكن تجيب فلوس كتيره جدا للدوله. ازاي؟ 2010 الاحصائيه كانت بتقول ان بيخش مصر حوالي 15 مليون سائح. طيب ال 15 مليون سائح دول كل واحد بيخش البلد محتاج بعد ما يزور سواء منطقه او متحف اثري ياخد حاجه ولو بسيطه بتعبر عن حضاره البلد اللي موجود جواها. فكان بيشتري نماذج اثار اللي موجوده في السوق. طيب معظم النماذج الاثار الموجوده في السوق دي كانت كلها مستورده من الخارج. طيب التقدير اللي بيتكلم عنه النماذج او سوق النماذج والمستنسخات الاثريه في مصر كان حوالي 10 مليار جنيه مصري. ممكن الناس ما تكونش بتاخد بالها من الرقم ده. تمام. طيب ليه؟ لان احنا عندنا بازارات كتير جدا منتشره في اماكن كبيره جدا زي شرم الشيخ، الغردقه، الاقصر، اسوان، الجيزه، خان الخليلي، الحسين، بالاضافه الى الاماكن اللي فيها المتاحف والمواقع الاثريه. تمام؟ طيب احنا نصيبنا في الموضوع ده كان كام؟ كان اقل من 1%. ليه؟ لان الناس بقت بتستسهل تروح تجيب النماذج من الخارج. طبعا اللي جاي من الخارج بالاضافه لان هو بيشوه بيبقى جودته عامله ازاي؟ برضه الكواليتي بيبقى رديء جدا. بالاضافه جدا بالاضافه ان هو بيشوه ويدمر حضارتك وانت مش واخده بالك. ليه بيشوه ويدمر حضرتك كنت مش واخده بالك؟ لان السايح لما بيجي ياخد المنتج ده من هنا اوقات كتير جدا ما بيعرفش ان هو متصنع خارج مصر. ولما بيتاخد مش مطابق للمواصفات او مش بالجوده العاليه وبيروح بيه البلد بتاعته ويحطه في مكان او احسن مكان بالنسبه له ويشوفه حد تاني يقول ايه ده، هي دي حضاره مصر؟ هي دي اللي الناس بتحبها او بتتكلم عنها؟ فبيقدم صوره مش كويسه، مش مظبوطه ومش صحيحه كمان بالزبط. عنك مش بس كده، الموضوع كمان مادي. بمعنى انت النهارده عندك فاتورة كبيرة جدا لتطوير المناطق الأثرية أو لحماية الآثار المصرية، تمام، سواء في الترميم أو إنشاء متاحف جديدة. الفاتورة دي كانت هتدفع منين؟ أحد المداخل الرئيسية اللي كانت ممكن تحقق دخل لوزارة الآثار هي المستنسخات الأثرية. وكنا وقتها بنفكر إن احنا نعمل كيان كبير جدا يبقى ثلاث حاجات رئيسية موجودين فيه. أول حاجة المستنسخات والنماذج الأثرية، تاني حاجة النشر والطباعة، ثالث حاجه الافلام الوثائقيه والسينما. كويس. احنا بدانا بالمستنسخات الاثريه كخطوه اولى 2011، وجدنا ساعتها عقد كبير قوي ابتدينا نشتغل فيه لمستثمر في شرم الشيخ. طيب انا كنت عاوز اعرض حاجه للمستنسخات الرديئه اللي كانت موجوده في السوق وقتها واللي بتشوه وتدمر حضارتنا واحنا مش واخدين بالنا. كويس، معاك، ورينا معاي. بقى ايه اللي بنقول عليه نموذج رديئة. المفروض اللي هو دي النماذج اللي كانت فرتيتي. بتتعمل بره وبتتقدم بره، ده حاجه مش احنا اللي بنعمل بالظبط. ليه بنقول انه رديء؟ يعني خلينا نشرح للناس ايه عيبه. اولا بص حضرتك
ده ما بيعبرش عن نفرتيتي خالص، ولا شكل ولا موضوع ولا حجم ولا اي حاجه. كويس، ده حاجه. الحاجه الثانيه، ادي المفروض ان ده يبقى قناع توت عنخ امون. قناعة توت عنخ امون اول الزهبي. حاجه لازم ذهبي بالظبط، يعني ده هو معروف بالملك الذهبي بالظبط، والجولد ماسك بتاعه اشهر شيء، يعني القناع الذهبي. طب ده بيخش السوق المصري، ده بيتقدم على انه توت عنخ امون بالظبط، وبيتباع في كل مكان، واحنا مش واخدين بالنا خالص، مش منتبهين ان السائح لما بياخده بيروح بيه بلده، بتبقى حاجه مش كويسه، بتعبر عن بلدنا بطريقه مش كويسه.